بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ بإذن الله عدة دروس عن تصميم الويب أو تصميم المواقع الإلكترونية. قبل ما نبدأ في نتكلم عن مقدمة، هذه المقدمة هو البيزكس أو إزاي هنكتب كود. فأنا يتم كتابة الكود بتكست إيديتور، وأشهر هذه التكست إيديتور وأفضلها سبلايم تكست، وده بسبب البلوجنز الشهيرة جدا اللي بيوفرها. معظم البلاجنز متوفرة على زي اتوم او براكس، لكن سبلايم تكست بيوفر عدة بلاجنز مخصص للويب. تاني خيار والتاني تكست اديتور هو نوت باد بلس بلس، يحل محل السبلايم تكست. النوت باد بلس بلس فري، بينما السبلايم بيد، النسخة مدفوعة وموجود منه نسخة فري. السبلايم او سواء كان النوت باد متوفر لجميع الانظمه، متوفر لللينكس، متوفر للماك، متوفر للويندوز. الخيار الثالث اللي هو تكست اديتور وهو براكت زي ما احنا شايفين الهيد لاين، مودرن اوبن سورس تكست اديتور ذات اندرستاندز ويب ديزاين، مخصص للويب ديزاين. لو انت تصمم بيجز البراكتس هو مخصص وفي لايف بريفيو بهذا الشكل. ولكن ميزة حاجة زي السبلايم تكست أو الآتوم إن فيها الكود أو تكملة الكود متوفرة عن معظم تكست اديتور. يعني شايف إن الآتوم هو أكتر أو أفضل تكست اديتور من ناحية خاصية الكود كومبليشن. في أيضا النت بينز. ميزة النت بينز عن جميع التكست اديتور إن هو انتجريتد ديفلوبمنت انفيرمنت، بمعنى ممكن نكتب بيه جافا، جافا سكريبت، اتش تي ام ال، بي اتش بي، وهو فري اوبن سورس زي اتوم زي براكتس، فري اوبن سورس. وميزه النت بينز في عده مميزات هنشرحها ان شاء الله في فيديو تفصيلي. النسخه حاليا النسخه ال 11 في النت بينز ايضا في عده مميزات، وهي البلاجنز يعني بيتيح في السبلايم سيم، هيتم نفس السيم في السبلايم موجود في النت بينز عن طريق هذا البلوجنز. الاي ريبورت من ايضا المزايا النت بينز، وطبعا اللي هو الفريم ورك اللي هي ريلز. في ايضا ممكن يتم انشاء تطبيقات الموبايل عن طريق ان بي اندرويد، وتقريبا هذا سيم. طيب في ايضا ممكن لو بحثنا عن اشهر البلوجنز هو الايمت، ممكن نعمل سيرش. تمام، الايمت طبعا يتم دينا نختار النسخه، لو يكون عندنا النسخه 8.8 ودي النسخه المتوفره. طبعا البلوجن حجم بهذا الشكل اقل من ميجا، فيتم داونلود بهذا الشكل. طيب يبقى كده دي كانت مقدمة بسيطة. هنتكلم إن شاء الله تقريبا ده بلوجن تقريبا دراكولا. طيب لو جينا وبحثنا عن HTML، هنتكلم الأول عدة دروس. أول شابتر يكون عن HTML، تقريبا يكون من 15 إلى 20 ليسون. زي ما احنا شايفين دي البيزك او الموقع الرئيسي لـ HTML، ونستكمل ان شاء الله في الدرس القادم او الدرس في الـ HTML.